البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم اموركم كلها مزيانه بخير على خير. اليوم البنات غادي معكم نهار غندا معكم الطوموبيل. صوتي شويه ناقص حتى قاش على فايق دابا شويه، دابا عندنا 10:30. فقت لبس جلابيتي، عرفتي فريمون عندنا الشتاء، الجو خايب، عندنا الجو لبست جلابيتي وخرجت غادي ليدل باسكو كاين واحد لوفيرتات اليوم. قلت ما غاديش والو، خصني نمشي ناخذ شي لعيبات. غادي نتقاسم معكم، غادي نحاول نحط الفيديو اليوم المونطي ونحطو اليوم باش هكا الناس اللي ساكنين هنا يقدروا يمشيو يشوفوا شنو كاين. انا غادي نمشي، لا قدرت نصور لكم هكا شي شويه في الليل غادي نصور لكم، وملي رجع للدار نتقاسم معكم ان شاء الله ان شاء الله شنو غادي ناخذ، ونوجدوا الفطور ان شاء الله اليوم اونصومبل. وغادي نحاول كيف ما قلت لكم نحط الفيديو اليوم في العشيه ان شاء الله، مونطيه ونحطو اليوم في العشيه. دابا غادي نمشي لليدل وهانتوما معايا وغتشوفوا علاش انا غاده صباحه فايقه. البنات دابا يلا خرجت من ليدل، ما نعاودش ليكم فريمون، ما بقى والو، عرفتي طيروا كل شيء. عرفتوا واحد لي تيشيرت قالت لي هذيك اللي خدامه تما، قالت لي ضربوا عليهم الصباح، خديت غير بيجام. كنت باغا لي الصراحه كانوا دايرين واحد لو باكي في ثلاثه تيشيرتات، تمشي نوريكم الفولنتينو كي كانوا دايرين فني. كنت باغا ناخذ ليه 6 ولا 9، ما خلاو حتى واحد حتى واحد. وشنو اخر لي شورت كانوا دايرين بزاف الانواع، كل باكي فيه دو شورت. تمشي نقول لكم الثمن حيت نسيتها، هو الفولنتينو حدايا. ولكن لقيت باقي غير واحد الشكل واحد فلاش ديال ولدي، خديت ليه شكل واحد فيه جوج شورتات، ولي بيجاما خديت ليه جوج، واخا هما كانوا دايرين ثلاثه الاشكال بقاو غير جوج اشكال، جوج معطله نورمالمون، ولكن كنعسو معطلين دابا مع رمضان. فريمون كانوا فنيين زوينين بزاف، كانوا عاجبيني ملي شفتهم. نهار قالوا راه غيكونوا نهار الخميس، وانايا كنقول خصني الخميس نمشي. في الاخر ها هما التيشيرت كانوا دايرين 3 ب 5 اورو، والشورتات جوج ب 7 اورو، خديت ليه جوج شورتات، والبيجاما كل بيجاما ب 4 اورو خديت ليه جوج. هما كانوا دايرين ثلاثه الاشكال مي ما بقاوش، والتقاشر تاع هما يا الكالسيني تاع البامبيني تا هما، خديت ليه غير المهم خديت ليه وحده كونفيسيوني فيها ثلاثه التقاشر مزيانه، غير التيشيرتات اللي بقاو فيها مزوين. عرفتي كيبان لكم هنا مع الضو؟ نو ما غاديش يبان. المهم زوينين فريمون، كندخل للدار نوريكم شنو شريت. صافي تقديت شي حاجه كانت خاصاني، تمشي للدار ونوريه ليكم. وجبت الفولنتينو تاع السيمانه الجايه، غادي نشوف اش فيه حتى هويا، حيت انا المهم ديما الصراحه كنمشي نضرب دويره كنشوف لحقاش لا روبه ديال ليل كيجيبو ديال جرمانيا اون بلوس كتكون 100% قطن على ود الوليدات، وكيجيبو حاجه مزيانه. واحد الحاجه اللي نسيتها تما لي فاليز، كانوا جايبين واحد السيت تاع لي فاليز تاع الوليدات الصغار، كنت باغا ناخذ الايد واحد عرفتي طيروهم فريمون بحال ما كانوش. قالت لي هذيك اللي خدام قالت لي الباء الصباح عندنا دات مضاربه، ولكن هو كيحج بونس مع 8 راه غيكون الناس. انا جيت معطله اصلا مع رمضان، راكم عارفين مع رمضان عارفين الواحد كيبقى فايق ديكو ما كيقدرش. خديت هذا تنوري لكم، هذا زوينه البنات خذوا ما كيبانش. تمشي الدار يلا بالسلامه البنات، حتى نتلاقاو في الدار ان شاء الله. البنات غادي نوريكم دغيا شنو خديت، نوريكم بعدا شنو كنت باغا ناخذ. كنت باغا ناخذ هاد لي تيشيرت، هاهم كانوا دايرين ليهم 5 اورو، كاينين هاد ثلاثه الاشكال ولا ثلاثه الاشكال ولا هاد ثلاثه الاشكال، المهم كانوا دايرين ليهم 5 اورو. كنت باغا ناخذ لي لي شورت، كنت باغا عاجبني هاد لا كولور هاد لا كولور وهاد، خديت هادو وهادو ما لقيتهمش. ولي بيجاما كنت باغا ناخذهم لي صراحه بثلاثه، حيت ثلاثه الاشكال كل واحد داير 4 اورو، لقيت غير هاد الجوج خديتهم وصافي. تقاشر هما لي خديتهم ليه، سينو هادو هما اللي بقى فيا الحال ما خديتهم الصراحه. هادو كنت باغا ناخذ ليها نتوما دايرين 5 اورو 3، الوغ كنت باغا ناخذ واحد 6 ولا 9 على حساب الا عجبني حتى هذا ناخذ، مي سي با غراف ما لقيتهمش. عاوتاني لا فاليز اللي بقات فيا طيروا حيت ما خلاوهاش ديال الوليدات الصغار، المهم غير هذا اللي حدايا اللي ما بقاش فيه، سينو يقدروا وحدين اخرين الا مشاوش وحدين يبقاو. ها هما دايرين 25 اورو في ثلاثه في هذا وسكر، واخا هذا هو ايام ما يستعملوش دابا، مي تبغى ليا هذه الصراحه ما نمشي نشري بقا جايبين داكشي زوين ديال السفر. هذه نسيت ما قلبتش عليها، كنت باغا حتى الغدا ورجع الى لقيت هذه ديال الشمس ديال الطوموبيل معناش.
الوغ حتى الغدا نمشي نقلب عليها الصراحه هذه مزيان حتى الغدا خصني ناخذ بشوش على وديات الشمس اللور صافي سينو غنوريكم شنو خديت دغيا دغيا باش ندوز نجمع الدار ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله ملي نبغي نوجد الفطور انا خديت هذه البيجامه البنات زوينه باقي ما حليتهاش مي زوينه خديت لي هذه حتى هيايا دو بيجامه خديت لي دو شورت ماشي ندير فيهم مرحبا واحد ديال التشي ها هو شي زوين فني عاد والله هاد العروبه ديال البيت فريمون كتصدق جربت من عندهم شحال من حاجه كتصدق وها وهذا لو شورت شحال زوين فني ها دي واحد جويه باللور كنت بعتي دوك لي تيشيرت كانوا غيجيو مع زوين المهم ماشي مشكل صافي خديت لي هاد الكونفيسيون هادي ديال التقيشات خديت لي ثلاثه صافي شنو كنت غنوريكم البنات ساكنين هنا هاد لي لانجيت هاد الفيديو اللي درت هما زوينين ديما هما اللي كناخذهم ديال زوينين ديال ما لا مارك ديال لو فيلو صافي شنو تقدي تقضي عادي راه جبت فولانتين ولا خد ديال السينما الجايه حتى نشوف شنو فيه نقول لكم اذا كانت فيه شي حاجه مزيانه ضروري كتلقى فيه الصراحه ضروري توجد هنا هادشي تاع لي بيبي ما غادي يجي الفيديو طويل الا بقيت نوريكم كلشي باقي ما شفتوش انا حتى نشوفو ان شاء الله ونشوف شنو غادي داكشي المهم غادي ندوز دابا البنات نجمع الدار باسكو باقي ما جمعت والو المهم الكوزينه انا كنجمع في الليل مي غندوز دابا نجمع الدار ونتلاقاو ان شاء الله من بعد البنات دابا جمعت الدار وجيت باش نبدا ان شاء الله الفطور اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي الخبز ديال الدار كيجي واعر البنات هذا الخبز جربوه درت في اللي درت فيه القمح هكا بالنخال غنوريكم ها هو نوريه لكم كيف داير بالنخاله درت منه زلافه ونص هنايا ودرت نص زلافه ديال الفينو درت شويه ديال الجلجلان زيت العود وشويه ديال زرعه الكتان خديت وهنا درت مليحه معلقه صغيره ديال المليحه درت هنا البنات معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ومع شويه ديال السنيده باش تفاعل وخليتهم يتفاعلوا غادي نزيدهم هنايا نعجنوا يتشدلك مزيان نخليه واحد شويه حتى يخمر وغادي تشوفوا الطريقه البنات كيفاش غادي نشدو غادي نقرصوا بواحد الطريقه زوينه غادي تجربوها وتعجبكم بعد ما تلكات ليا العجينه مزيان ها هي كتجي خفيفه كيف ما شفتوا غادي نخليها تخمر غادي نغطيها نخليها تخمر وغادي تشوفوا الطريقه تتخمر واحد شويه تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نقرصهم البنات هنا الخبز من بعد ما خليته خمر شديته هكا درته كريسات صغيورين انا بغيت ندير خبزات صغيورين غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نقرصوا بها غادي ناخذ البنات شويه خديت هنا الماء خديت هنا الشيا خديت هنايا لا جلجلان فيت فريمون عندي بروبليم انا كديروه في الماء البنات بحال هكا وكتشدوه كدوروه بحال هكا مزيان ديروه في حبوب الشيا ولا في النافع فاش ما بغيتو كديروها البنات بحال هكا في الماء من بعد كتشدوه كديروا ليه هكا كنحطو هنايا ف تنوريكم كيفاش غادي ندير ليه فريمون كيجي زوين هاد الخبز البنات الطريقه درت وحدين هكا بالشيا وحدين هكايا غادي نقرصو واحد شويه غير شي شويه البنات انا بغيتهم يجيو صغورين غادي نقرصو واحد شويه غادي نخليه يخمر ومن بعد ان شاء الله ندخلو يطيب فريمون كيجي زوين البنات جربوه غتشوفوا في الاخر كيفاش غادي يجي يجي زوين البنات هذا الخبز فريمون انا كيعجبني بزاف كيجي زوين الشكل ديالو كيجي زوين وحتى الحبوب اللي فيه المهم كنستافدوا منهم غادي نخليها البنات يخمر واحد شويه ومن بعد ان شاء الله ندخلو يطيب نتلاقاو ملي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي كيفاش غادي يجي
البنات ها هو الخبيز ديالنا خرجناه فريمون كيجي زوين هو نرطيطب جربوه فريمون كيجي بنين 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 وصحي. حتى الوليدات اللي ما كانوش كياكلوا كيف كنقول لكم كياكلوا لكم هاد الحبوب الا درتوهم بحال هكا هاد الطريقه غادي ياكلوا. البنات دابا غادي ندوزو لتحضير الطاجين ديال الكباب المخضور اللي غادي نحتاجو ليه اللحيمات هكايا. انا عندي هاد ديال القطبان تقدروا تاخذوا اي اللحيمات غير يكونوا رطبين ومقطعين هكايا طريفات صغيورين. غادي نحتاجو بصله وحده اللي شديتها قطعتها هنا ودرتها في الطاجين ديالي، مطيشه وحده مقطعه صغيوره، القزبر معلقه ديال السمن صغيوره ولا قل من معلقه صغيره، الزعفران الحر شعيرات، غادي نحتاجو معلقه ديال الكمون، الملح، البزار، شويه ديال سكنجبير وشويه ديال الخرقوم العرق. غادي تشوفوا الطريقه، غادي نشد دابا غادي نرقد اللحم ومن بعد نحطو فوق البصله ونشعل عليه يطيب. ملي كيطيب وكيكون باقي فيه الماء كنزيدو فيه البيض. ما عرفتش علاش سماوه الطاجين كباب المخضور حيت كي غدروا البيض. يلا نبداو على بركه الله. البنات هنايا رقدت الحيمات هما رقدتهم مزيان ودابا غادي نشحر هاد البصيله هادي في شويه ديال زيت العود. من بعد غادي نزيد اللحم وحتى يطيب اللحم يكون باقي فيه شويه الماء ونقربو نحطوه عاد كنزيدو البيض. المهم حتى من بعد نوريكم ان شاء الله ملي نقرب نحطوه غادي نزيد عليه البيض بحسب الكميه اللي درتو. انا غادي نزيد تقريبا ثلاثه البيضات، الا درتو كثر ديال اللحم راه كتزيدو البيض كثر. البنات دابا غادي ندوزو لتحضير واحد السلطه زوينه، واحد السلطه فريمون زوينه اللي كتحضرها البنات بايبلي. هذا القمح هذا صحي، هذا القمح هذا شديتو البنات كيتسلق هو 10 دقائق، ما خصكمش تفوتوا ليه 10 دقائق. سلقتو خليته تبرد، غادي ندير معاه شديت هنايا نص خياره مقطعه، طوماط سوري شديت واحد الخمسه قطعتهم، هكايا موتزاريلا هادي ديال موتزاريلا هكا اللي كتكون سوريز، شويه ديال المايس، الزيت، الخل، انا عندي هنا الحامض، مايونيز، الملح والبزار. واحد لاصاله البنات فريمون كتستحقكم انكم تجربوها. تقدروا تزيدوا الطون الا بغيتوا، انا ما بغيتش ندير فيها الطون، كتجي بنينه وصحيه بزاف. هاد القمح دغيا كيتهضم فريمون زوينه بزاف، هادي من الصالات المفضلين ديالي. جربوها قولي كيف غادي تجي. غادي نشد البنات غادي نضيف هاد المكونات كامله، ولكن ما غاديش نخلطها دابا حتى يقرب ان شاء الله الفطور، وغادي نخلطها ونحطها. البنات دابا غادي نديرو واحد لا سوب فريمون كتجي بنينه، غادي نديروها بالبروكولي والقرعه الخضراء، ها هي شديتهم قطعتهم، القرعه الكورجيت وشنو اخر. حتى بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا لكم الخضره فريمون كتجي زوينه. درت هنا شويه ديال الفورس الروز مطحون، الفرينه ديال الريزو، غندير الملحه والبزار، غادي ندير شي شويه الملحه شي شويه البزار، غادي نزيد عليها الماء البنات ونخليها تطيب. ملي غادي طيب وتطحن غادي نزيد عليها شويه ديال الزبيده وشويه ديال لا كريم فريش، فريمون كتجي بنينه. وهكايا نبدلو باش ما المهم نستافدو من هاد البروكولي والقرعه، بزاف اللي ما كيبغيوش ياكلوه، بزاف اللي ما كيبغيوهمش الصراحه، وكتجي بنينه. هادي جربوها ملي نطحنها ان شاء الله غادي نوريكم، المهم نوريكم الكماله غير طيب ونوريكم ان شاء الله. البنات هنا من بعد ما طابت لا سوب طحنتها وغادي دابا نزيد ليها شويه لهاد لا كريم فريش، وزدت هنايا معلقه ديال الزبده وغادي نخليها غادي نزيد لا كريم فريش، غادي نزيد واحد شويه ما نزيدهاش كامله، وغادي نخليها تغلى فوق البوطه وصافي. هذه فريمون زوينه كتجي بنينه، جربوها قول لي كيف غادي تجيكم.
غادي نخليها تغلى ضروري ديك لا كريم فريش تغلى وديك الزبده حتى هي غادي تذوب. جربوها قولوا لي كيف غادي تجيكم فريمون كتجي بونه. البنات دابا غادي ندوزو لتحضير واحد الحشوه، غادي نعمر هذا القطبوط اللي كنت ديجا مصوبه، شديت جوج بتوا كان فريكو خليته طلق. دابا غادي نصوب واحد الحشوه، غادي نديرو فيها الطون. الحشوه الماء كتجي بارده ما كطيب ما والو، غندير فيها الطون المايس، غادي نديرو فيها الزيتون، خديت شويه الفرماج الخس الهريسه والمايونيز كتجي بنينه زوينه. غادي نخلط كلشي، غادي ندير طريف ديال الخس ومن بعد نحط شويه الحشوه. فريمون جربوها كتجي زوينه، تقدروا تزيدوا فيها حتى البيض مسلوق حتى هو كي الا كان سخت ولا كان باقي لكم هكا من الليله اللي قبل ديروه كيجي زوين. الفيديو كيسالي هنايا، نتمنى انه اليوم عجبكم هكا كيف الطابله وهذا الشيء اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى ان هذه الوصفات تجربوها. الناس اللي اول مره غادي يشوفوا لاشين ديالي يديروا لي سابوني وجيم، وما تنسونيش من لي جيم. السلام عليكم، الى الفيديو القادم.